يتواصل هذا التجوال، نتحول إلى زاوية على كل من صحيفة اليوم التالي للكاتب محمد عبد القادر، والتي جاءت بعنوان أخطر ما قاله وفعله البشير. يستهل محمد هذه الزاوية بالقول: ليس هناك مجال لتجاوز مبادرة الرئيس عمر البشير التي ألتقها في خطابه التاريخي أمس الأول، والهروب من بضامينها عبر التفسير المبتسر والتوضيح حسب الأجندة والنوايا. يضيف الكاتب: كاتب هذه الزاوية ظل طوال الاحتجاجات من دعاة البحث عن طريق ثالث يلبي مطالب الأطراف المتصارعة في الملعب السياسي ويحقق الإصلاحات والتداول السلمية للسلطة دون أن يدخل البلاد في سيناريوهات مجهولة. يتابع الكاتب: ما لا يحتمل الغلاط أن الخطاب انتقل بالسودان إلى مرحلة قوامها الاعتراف بكل القوى الموجودة في الساحة السياسية، ودشن لغة جديدة قوامها الحوار والسعي لتضميد الجراح الوطنية عبر خطاب ينبذ الإقصاء ولغة الكراهية. ويزيد الكاتب: ما قاله الرئيس يستحق النظر إليه بتأني وحرص على مستقبل البلاد، لأن المخارج الأخرى كافة تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. الانتقال المرتبط بخطوات تحقق مرامي الاحتجاجات كان حاضرا في خطاب الرئيس، وهو يعلن بوضوح أنه لن يكون رئيسا للمؤتمر الوطني أو عضوا في الحركة الإسلامية، وأنه سيقف على مسافة متساوية من القوى السياسية كافة. يزيد الكاتب: دار جدل كثيف حول جدية الرئيس في نزع الحصانة الحكومية عن الوطني، وهو الأمر الذي حدث بالفعل اعتبارا من يوم أمس الأول. سيجتهد الناس في التشكيك حول علاقة الطرفين مستقبلا، لكن الواقع أن المفاصلة الثانية في أوساط الإسلاميين حدثت بالفعل. ويمضي الكاتب قائلا: ما يمكن أن يجعل هذه الإجراءات والقرارات مقبولة أنها سلمت مقاليد الأمور للجيش السوداني الذي طالما دعا المحتجون والأحزاب لدخوله في الحياة السياسية وتسلم مقاليد الأمور. ويختم محمد هذه الزاوية بالقول: لا أعتقد أن هناك ما يمنع من اهتبال هذه السانحة بواسطة القوى السياسية المعارضة والدخول إلى الملعب الآن والتقاط قفاز المبادرة والسعي بها حتى بلوغ الانتقال السلس للسلطة عبر بوابة الانتخابات وآليات التغيير المتفق عليها بين المكونات السياسية كافة.